عبد الوهاب بدي تعطيني اجمل اشياء الماضي بحكم انت تراك يعني ما شاء الله عندك سي في كبير بحكم العمر. انا شو بدا يلخبط والله. انا صادق على كلام والله مو هذا الموضوع. انا صادق والله على كلام يعني تكلم 25 سنه اعلاميه 30 سنه اعلاميه ما هي 30 سنه اعلاميه ابو ما والله ما صارت والله لسه توني يعني 16 27 كم سنه اعلاميه 7 والله 16 وحاجه تقريبا. واقدر اقول لك السنوات الاولى يعني خاصه من السنتين ثلاث سنوات الاولى لسه يعني يعني ممكن ما اخذت الاعلام 16 سنه اعلاميه يعني باقي لك سنتين على 70 ايش كيف 70 ايش كثير يا عمي. لكن انا بالنسبه لي ترى كل انسان دائما هو انا طبعا ما ادري مجهز حاجه كنت يا جماعه هو طالما عادي تعيد السؤال ثاني هو انا جاهز لا انه في فرق دائما الانسان دائما يعني اللي انا اعرفه يفضل دائما الماضي او عاطفيا دائما يقول الماضي افضل من الحاضر والله لا. يا زين زمان واحنا الان تغيرنا وكذا وكذا اللي يجدون الماضي بصفه عامه. انا الماضي اشوفه انه جميل جدا اي انا يعني قناعتي الشخصيه ان الماضي جميل الماضي حلو ذكرياته لما اتذكر حتى في اشياء مواقف حصلت لي ممكن اقول ليتني سويت كذا ما سويت كذا ولكن انا لست مع الناس اللي يعني يجلدون الحاضر او يجلدون اليوم. صح. احنا الحمد لله تطورنا وصرنا الى الافضل وكل يوم هو جميل بذاته. يا سلام. مجرد ما اتجاوز هذا اليوم سيصبح هذا اليوم من الماضي واقول الله على الذكريات. لكني انا يعني انا ماني مع الناس اللي يقارنون دائما الماضي بالحاضر ابدا لانه كل زمان له معطياته. فالماضي جميل لانه معطياته ذيك الايام كان مره جميله والماضي يعود الان ربما تقول انه مو بجميل. طيب اجمل الاشياء في الماضي تحس ان كلام الان ما عاد وجدتها في الحاضر، اشياء كانت في الماضي عشتها انحضرك يعني. والله احس يتكلم عن عبد الوهاب جيل اخر. عبد الوهاب انت ترى مكانك اجاويد مو هنا. لا انت مع الاجاويد حرام. شباب ترى انا في تنمر قاعد يصير عليه حلقه اليوم انا ما ارضى. والله صغير يا جماعه. والله يعني اقدر اقول بدايه الثلاثين استغفر الله العظيم وسط ممكن يعني بس كذا استغفر الله العظيم اهم شيء استغفر الله العظيم استغفر انا بدايه الحلقه يوم قلت لك هذا يبقى مشاكل انت دافع والله جد والله انا ما ادري ايش في علي ذا والله العظيم كلك ريعان والله العظيم كلك ريعان الشباب ابو محمد انت تعرف مكانك وقدرك ما بيننا وبين قلوبنا. السؤال الثاني طبعا لي كان اسمع تعرف مكانك وقدرك بيننا وبين قلوبنا دخل جوا والله انت الحين وراكم غيرتوا الموضوع صار تحقيق صح صح تفضل. طيب عندي سؤالك يا عبد الله الان كل ما تقدم في حياتك وكل ما تعيش حياه الامام تجد ان في اشياء تبدا تتغير عليك في في الحاضر. وش الاشياء اللي تغيرت عليك في الحاضر؟ والله كثير يعني بعض. انا ما اثني على كلام ابو محمد ايش رايك بالله ما اثني عجبتني بالعيدة والله ما اثني على كلامك يا سالم لكن كلام عمر برضو ما اثني عليه برضو انت حدث معي جهه يا حبيبي وهو الان يثني هو شايف الماضي كان فيه بساطه الناس كانت بسيطة يعني كان يعني ما كان فيها التعقيدات اللي الآن معليش أنا خليني خليني أختلف معاك ما كان فيه التعقيدات اللي الآن كان أي شيء يمشي الآن لا فيه تدقيق في بعض الحاجات في زمان الناس يعني على مستوى مثلا الطلعات بين العوائل ما شاء الله العوائل يا أبويا كانوا كلهم يلتموا في سيارة يا أبويا صلاة على النبي 50,000 متفرج في جيم صح السيارة تشيلهم ومبسوطين دحين اقسم بالله ما حد متحمل الثاني صادق. سياره صغيره وفيها فيها فيها الرجال والحرمه والولد ورا لحاله متضايق ولا يا استاذ عبد الوهاب ايش رايك في الموضوع هذا؟ لا ترى حتى مساله السيارات هذه صادق فيها شوف اتوقع هو انا عشان كذا ممكن هو يختلف الان معي في موضوع دائما الماضي انا في مشكله عندي مع موضوع الافضليه ودائما هذا حتى في الجلسات الخاصه دائما اسولف فيها موضوع الافضليه انا ما اقول ما في شيء اسمه الماضي كان مره حلو اعطيك مثال حتى وراهم شغلوا شيء شارة قديمة الاجاويد شارة الاجاويد اذا تكلم معهم فهمت شارة الاجاويد
صارت الجوي؟ نعم حديدي ليش انا فهمت اذكر واحد راح لما هذه نهديها لك يا ابو عبد المحسن شايف كيف قاعد يتنمرون علينا والله ايش فيه هذول ترون لا عبد الوهاب تعرض للتنمر لا والله والنعم اسمع اقول لك حاجه والله طبعا مع كامل الاحترام للبرنامج العظيم برامج الهوية بس حبينا نهديك بعض ترى المعلومية ترهات من أقوى البرامج ما شاء الله دائما أباء والأمهات وهذا والأجداد يتابعون البرنامج ده لأنه فعلا ممتع وتوقيته جيد يعني بالنسبة لهم حتى الشباب دحين يتواصلوا يقولوا مكانك جاهز بينهم يعني إن شاء الله أسمع أنا بقيل على التقاعد تقريبا ترى من 23 سنة أقول لك شيء والله شباب شوف الصراحة أنا هذا السبب من الأشياء اللي قاعد أحس فيها الآن من الفترة الأخيرة إيش قاعد يصير قاعد أقابل الناس اللي يقول لي أتابعك أول ابتدائي هو معاي كيف كذا والله كثير أقول لك شيء إذا أنت بتروح الأجاوي هذا حيروح المزرعة مكان الشمراني صح فعلا